مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مساء العقل الحر. نحن مستمرون في سلسلة حلقات الملحدون واللادينيون بين الواقع والطموح، وضيفتنا الكريمة لهذا اليوم هي كاتبة معروفة جدا تصف نفسها بأنها علمانية، الأخت العزيزة الأستاذة هبة عبد حسن. مساء الخير ست هبة. مساء النور استاذ خلدون، مرحبا بيك وبمشاهدينك. شكرا بس لك. انا عايزه قبل ما نبتدي الحوار، انا مش معروفه قوي ولا حاجه، انا لا. بس مبتعده لسه 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 نسبه المشاهده عندك على الحوار المتمدن نسبه عاليه ست هبه. الله يخليك، تسلمين. ده معناه انه في ناس كتير مهتمه. اكيد أكيد. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ الحوار نأخذ فقرة تعريفية بسيطة عن الضيف الكريم. السيدة هبة عبد حسن صحفية وكاتبة ومحاضرة جامعية ومدربة في مجال التسويق والتواصل المؤسسي. جربت قلمها في بعض أهم مسارات الكتابة وتنقلت بين التحقيقات الصحفية والأبحاث الأكاديمية والشعر العامي والقصة القصيرة والمقالات. تقدم نفسها على أنها علمانية تهتم بشكل خاص بقضايا المرأة بشكل يتخطى مفهوم الحرية الجنسية كما عبرت عنه موجات النسوية الثلاث في المجتمع الغربي. صدر لها ديوان سوق الحلاوة، وهو ديوان شعري مجموعة أشعار بالعامية المصرية في ثلاث موضوعات: دوائر الأحبة على اسم مصر، ومناجات روحية. تعكف الآن على الانتهاء من كتابين، الأول في موضوع المرأة في التراث الإسلامي وحقها في المساواة الكاملة. موضوع الكتاب سيستخدم منهجا نقديا لوضع المرأة في ظل الشريعة الإسلامية. الكتاب الثاني هو مجموعة قصص قصيرة تلعب المرأة في كل أقصوصة منه أو منها إذا جاز التعبير دور البطولة المطلقة، كما أنها ستجرب قلمها في فن الرواية الذي لم تخذه من قبل. هبة لها صفحة على موقع الحوار المتمدن يقرب من حوالي 38 مقال ست هبة عندكم؟ مظبوط، بتتنوع ما بين مقالات وقصص قصيرة وأشعار عامية. تمام. أستاذة هبة، احنا عاملين سلسلة من الحلقات لنناقش بها أوضاع الملحدون والملحدات واللادينيون واللادينيات. ليس بصفتك لادينية أو بصفتك ملحدة، نحن نناقشك بصفتك كاتبة علمانية الآن، ونريد أن نناقش لكونك من القلائل المهتمين بشأن المرأة. نريد أن نسلط الضوء على كسؤال أول أو كمحور أول، أين ترين معاناة الاختلاف في الشرق الأوسط؟ صباح الخير مرة تانية، أو مساء الخير وقت إذاعة البرنامج هتكون. متشكرة على التقدمة اللي عملتها أستاذ خلدون. عفوا. أنا مش يعني الكلام اللي قلته عن إنه أنا ضمن قليلات بيكتبوا في الشأن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، بس الحقيقة أنا يمكن واحدة من القليلات في الموجة التانية. قبل كده في الدكتورة بنت الشاطئ، كان في نوال السعداوي، دكتورة نوال السعداوي ربنا يديها العمر، دكتورة لطيفة الزيات، جوجل بيحتفل بذكراها النهاردة، الدكتورة لطيفة الزيات. تمام. أنا بعرف نفسي على أني أنا بحب يعني الجزء الأكاديمي اللي فيا بيحب تعريف المصطلحات وتحديدها علشان يبقى الحوار على يعني على قاعدة تخلينا نتفق أنه الحوار يتقدم لقدام مش يدور في دوائر. أنا علمانية وليبرالية زي ما يعرف عني اللي بيقروا لي، اللي اهتموا ان هم يقروا لي، ودوائر معرفي أصدقائي المقربين واللي في الفضاء الأعم. سؤالك إذا لسه فاكرة كويس منطوق السؤال عن الأزمة بين قوسين اللي بيعانيها الملحدين والملحدات اللادينيين واللادينيات. نعم. في مجتمعنا العربي غالبيته مسلم وغالبيته سني، مسلم سني. طيب أول مصطلح حابة إن أنا أضبطه وإذا اتفقت معايا، نعم، إنه
عباءة اللادينية أشمل من عباءة الإلحاد. معنى كلمة الإلحاد بالعربي ملتبسة وملبسة. كلمة الإلحاد جاية من الجذر لحد أو لحدة، بمعنى طمسة ودفن يعني. فهو مش بيعبر عن الفضاء الأوسع للمجموعة اللي بتشمل العلمانيين واللادينيين اللي منهم لا أدريين، وده بقى مصطلح مقبول ومفهوم ومعروف، وفي المنكري الأديان أو اللي مش مهتمين بالقصة كلها، بس بتشملهم العباءة الأوسع في وجهة نظري اللي هي عباءة اللادينيين. هل بيواجهوا أزمة؟ بالتأكيد بيواجهوا أزمة، لأنه عالمنا العربي، بس انا هتكلم عن مصر، قد يصدق الكلام ده على دولة زي العراق او سوريا او غيرهم، وقد لا يصدق. انا هتكلم عن المجتمع اللي انا اتربيت اتولدت واتربيت فيه. نعم. المجتمع المصري كما اعرفه لا يحتفي بالانفرادية، يحتفي اكتر بالمقلدين، انه في فكرة تم الاتفاق عليها من زمن ما، وكل الناس لازم تمشي ورا الفكرة دي، لازم يكون مسارها ورا الفكرة دي، باختلاف عنها التغريب خارج السرب مش مسألة مقبولة أوي في مجتمعاتنا. وأنا ما أعتقدش إنه الدين هو المسبب الرئيسي فيها قد ما هي الأعراف والتقاليد. فبالتأكيد أصحاب العباءة الواسعة اللي هم اللادينيين ومنهم الملحدين أكيد بيعانوا، تأكيد. والسيدات والآنسات المرأة في المجموعة دي بتعاني أفضل طبعا لظروف قد تكون معروفة عند الكل، قد ما تكونش معروفة ونقدر نتكلم عنها، بما إنه ده المجال اللي أنا بحب أتكلم فيه. هو أعتقد إن أنا أعرف فيه شوية يعني. يا ريت أستاذ نركز على موضوع الـ 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 يعني إذا جاز تعبير اللادينيات. علشان نخش على موضوع اللادينيات لازم الأول نتكلم عن وضع المرأة بشكل عام. طيب. وضع المرأة بشكل عام تاريخيا، مش هنتكلم، مش هنعرج على المسألة دي كتير. تاريخيا التاريخ مجحف بحق المرأة، كلنا عارفين الحكاية دي. وعشان نأصل لها ونخلص منها، المجتمع الإنساني لما انتقل من مجتمع رعوي بيصطاد لمجتمع زراعي منظم، ابتدت فكرة ملكية الأرض. ملكية الأرض تقتضي أنه صاحب الأرض يورثها لأبنائه. الفكرة دي كانت تقتضي برضو بالتبعية، أنه صاحب نسله هو نسله حقيقة. فابتدت فكرة الشرف والعفة وحزام العفة على الشيء يعني، كلها بتخدم الفكرة الكبيرة اللي هي فكرة الملكية وانتقال الملكية من جيل لجيل. ليه المرأة هي اللي عانت؟ لأنه حسب برضو التاريخ ما بيقول لنا الرجل هو اللي تولى حكاية امتلاك الأرض نتيجة طبيعة المرأة، كونها أم بتحمل وتلد وتراعي أطفال وكذا. نخلص من الموضوع ده إذا اتفقنا عليه، إذا موافقني عليه، ونتكلم على دور الأديان في ده. الأديان أصلت للفكرة دي، الأديان أصلت لفكرة طبيعية المرأة، ملكية المرأة، وربطها بالشرف، لأنه بالتأكيد كان في سيدات وأنسات متمردات على مدى التاريخ على هذا الوضع، إنه ليه الشاب الرجل ياخد حرية أكتر، يقدر يتنقل أكتر. فكان لازم يبقى الغطى الأفضل والأمثل جاي من فكرة الدين والأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد. فبالتأكيد طبعا الستات والبنات بيعانوا معاناة شديدة. أنا أعرف دول يعني first hand زي ما بيقولوا بالإنجليزي، وكوني أم لشابة، أنا عندي ابنة شابة يعني. ستبقى انت عالجتي موضوع المرأة يعني يكاد يكون في مطلق كتاباتك. اي وحتى
يعني لا نبتعد كثيرا عن هذه المضامين. احنا اليوم نريد نركز على موضوع العلاقة بالمرأة، يعني وخصوصا المرأة اللادينية أو المرأة الملحدة إذا جاز التعبير. ولكن من خلال كتابات حضرتك في اللي منها مثلا ميراث النساء، قبض الريح على سبيل المثال، تكلمت حضرتك عن مأساة امرأة كبيرة السن إيرانية الأصل، ووصفتيها حضرتك بكونها بهائية، ظاهر اكتشفتي أنها بهائية بالأمر، وقلتي ملخص القصة وربطتيها بريحانة جباري إلى آخرها من القصة، وربطتي بأنه ميراث النساء قبض الريح. كيف من الممكن أن نفهم الإشارة في زماننا هذا اللي هو يقترب من اللي يعطى الكثير من مفاهيم، يعني نوع من أنواع التحرر لموازينا، كيف نفهمها في ظل وجود تمرد واضح لكثير من النساء؟ فلماذا باقي النساء مثلا لا تستطيع أن تأخذ بدعوات التمرد تلك؟ لماذا الرضا بما هم عليه؟ إن الإجابة على حضرتك أولا يعني سؤال كبير مش هقدر أرد عليه لوحدي. طيب هتكلم في اللي يخصني. نبتدي تاني بالمصطلحات، التمرد والتطور. أنا مع التطور، مش مع التمرد. شخصيتي يعني أنا شخصيتي كده بفضل التطور المنهجي اللي يتأصل. التمرد قد يمشينا 10 خطوات بس ممكن كمان يرجعنا 10 خطوات. موضوع ميراث النساء قبض الريح هو اللي حصل. لو حضرتك تابعت المقالات اللي انا كتبتها بربط احداث حياتيه بذكريات خاصه بيا برايي في الدين والسياسه والمجتمع. تمام. اللي حصل ان انا قابلت السيده الانيقه دي الايرانيه البهائيه زي ما عرفت نفسها في نفس الوقت اللي كانوا اعدموا في ريحانة جباري البنت 19 سنة. تمام. وفكرت كتير، يعني الحادثتين كل قريت عن ريحانة وقابلت هذه السيدة خلاني قعدت فكرت كتير، وكلها بالفعل ست مثقفة جارتي، واضح انها خلفيتها الاجتماعية جيدة جدا، وكلها نحت من الوجود بالنسبة لها فكرة انها ترجع تاني لبلدها. انا شخصيا كوني مولودة ومتربية في مصر رغم ان انا عايشة في كندا فاهمة كويس انه ما تقدرش او شخصيا انا يعني بعتقد كده ما تقدرش تمحي جذورك. انا كل فترة تانية برجع مصر وعايشة ودايما اهزر انا وصديقاتي المصريات هنا مسميين مصر البلد الام وكندا زوجة الأب. هي زوجة أب طيبة كويسة قوي الحقيقة يعني بس ما تقدرش إلا الأم. فالسيدة اللي أثرت فيها بشكل حزنت، يعني حزنت لدرجة البكاء، إنها ما تقدرش ترجع بلدها لأنها معتقدة تماما إنها اللحظة اللي هتنزل فيها بلدها هيقبضوا عليها وهيقتلوها. وقالت لي هي انه لو اللي بدل منها راجل مش سيده هيخترعوا حكايه، يعني هيقصروا حكايه هيقبضوا عليه وهيقتلوه زي ما هيقبضوا عليها ويقتلوها زي ما هي بتقول يعني، بس هيخترعوا له حكايه علشان تبقى مقبوله منطقيا. انما كونها واحده ست بتعتقد انها ما تسواش، يعني انه ستات ما يسوش. تمام. سعرهم مش بسعر الانسان. هو وحضرتك عارف طبعا انه في احاديث بتقص للموضوع دوت، وانا برضو عرفت عليها في مقالاتي وكتبت عنها انه الاحاديث اللي بتساوي ما بين المراه والكلب الاسود والحمار وكلهن مركوب. فتعاطفت معاها على مستوى عاطفي وعلى مستوى عقلي كمان.
ستبع حتى بس نرجع لأصل السؤال. السؤال تحديدا يقول بأنه لماذا النساء يعني قانعات بهذا الوضع؟ يوجد دعوات كثيرة لتحرر، يوجد دعوات كثيرة، يعني احنا لم لو كل واحد من عندنا يتذكر حياته الشخصية هو سيتذكر والدته او سيتذكر عماته او خالاته او اخواته، كيف تشتكي من زوج، وكيف تشتكي من حياة يومية، وكيف تشتكي من ارهاق، وكيف تشتكي. ما اتكلم حاليا انا عن مفهوم ديني، انا حاليا اتكلم عن مفهوم حياتي. انت اصلتي لفكرة وقلتي بانه ليس بالضرورة الدين هو من اصل ضعف المرأة في المجتمع، العرف. الآن الدعوات الدولية والمحلية، حتى لا يوجد بلد من البلدان في كل العالم، حتى بلداننا احنا الشرقية لا يوجد بها دعوات صريحة للتحرر. ليس التحرر بمعنى انه تذهب المرأة ان تكون لا دينية، مو هذا الكلام. الآن الكلام الآن الى مساواتها بالرجل، لك حق وله حق، الحق متساوي لكل الطرفين. لماذا نرى النساء لحد الآن لم يحركنا ساكن؟ هل هو موضوع كبير؟ واعتقد انه احنا متفقين، او خلينا نتفق ان المسألة مش مسألة رغبة النساء في ان هم يتحررن او لا. في المناخ العام، المناخ العام بي بقصد الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، مستوى التعليم. يعني السيدة رقيقة الحال الغلبانة زي ما بنقول عليها في مصر، اللي بتربي أولاد ما تقدرش تكلمها كتير. الحرية رفاهية، يعني حريتها ومساواتها والكلام ده كله رفاهية. احنا هنا قاعدين بنتكلم فيه، أو أنا قاعدة بتكلم فيه، لأن أنا عايشة في مجتمع بيحترم حق المرأة زي حق الرجل، وانا مش بقول انه المساواة كاملة. طيب ست هبة، خليني ادخل عليك بزاوية 90. خليني ادخل بزاوية، يعني اعترض اعتراض شديد. لا اعترض لو سمحتي لي. طيب اذا احنا نرى انفسنا كجهة مثقفة ونريد ان ننقذ الوطن او اللي اوطاننا او كذا، إذا احنا نخاطبهم بصيغة اقنع بما انت عليه ولا تقاوم المجتمع ولا تتمرد، النتيجة انا قلتش كده. لا حضرتك قلتي لي كل واحد لو سمحتي لي، يعني تفضلي. كل واحد بما يعني كل ميسر لما خلق له زي ما بيقول المثل. انا سلاحي الكتابة والكلام زي ما احنا بنتكلم انا وحضرتك دلوقتي، تمام. انه والجزء ما يعني مش عايز اقول انه فيها مخاطرة بمعنى انها حاجة بطولية، انما اي امرأة وبالذات اذا كانت ما هياش متمردة زي حالي، يعني طيب. يعني مش متمردة، انا اصلاحية. بتغامر يعني اي امرأة ليها صوت مخالف بتغرد خارج السب زي ما قلنا قبل كده، بتغامر بعلاقتها بأهلها، بعلاقتها بمحيطها. ما عنديش المشكلة دي، أنا هنا كوني عايشة في كندا، بس بالتأكيد في سيدات وأنسات كثيرات بيعانوا معاناة شديدة، كلهم خرجوا وغردوا برا السب، كلهم قالوا أنهم لا دينيين، أو كلهم اتكلموا عن حقوق المرأة وغيره. اتفقنا ولا لسه على زاوية 90 أنا وياك؟ أنا مو هذا كلام، عفوا. يعني أنا اللي أقصد بأنه إحنا يعني المطلوب من عندنا إحنا أن نقدم حل لهم، أما أن نقول لهم عفوا، مع تقديري الشديد لرأيك، أن نقول لهم بأنه كل واحدة تقنع بما هي عليه أو تقدم يعني القليل القليل، ما راح يمشون، راح يكون الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. تعرف انت حضرتك المسألة دي نقدر نتكلم فيها بشكل شخصي، بمعنى ان كل واحد يقدر يقول هو يقدر يقدم ايه. مسألة بسيطة جدا انا قلتها قبل كده برضو بيني وبين اصدقائي واتكلمت فيها في المقالات بتاعتي، وهي دي حاجتين اتنين. دولة القانون، تمام. العلمانية. دولة القانون بمعنى انه القانون يكون محترم بشكل انه يسري على الكل، والكل يعرف، كل مواطن
مصر فيها 100 مليون شخص بني آدم، داخل مصر عايشين ما بين 85 ل 90 مليون، الدياسبرا المصرية ما بين 10 ل 15 مليون بني آدم عايشين بره مصر، وليهم علاقات بمصر على فكرة، يعني بينزلوا البلد ومرتبطين بالسياسة والأوضاع فيها وكل حاجة. دولة القانون تاني عشان نرجع الإجابة لسؤال حضرتك، تعني ان كل مواطن يبقى فاهم تماما انه اذا كسر القانون هيعاقب كل الناس. طيب، قانون لسلطة وسطوة، دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية العلمانية، وبالعلمانية يعني انه الدولة اذا قلنا بقى يعني الدولة ليها السلطة والقوة الكافية لتنفيذ القانون اللي لازم يكون محترم، الدولة تضمن انه كل مواطن هيكون على ذات الدرجة من الدولة، او الدولة تقف في على مسافة واحدة من كل مواطنيها بغض النظر عن اثنيتهم. طيب، بغض النظر عن جنسهم او نوعهم، بغض النظر عن دينهم. ست هبة، احنا موضوع العلمانية رح نوصل له، رح نوصل له الان قريبا جدا يعني، ولكن قبل ان نصل اليه خليني ألحق الفقرة الماضية بسؤال آخر لو سمحتي لي. ال 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 في 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 مقصودي من السؤال الماضي، هل لا تزال المرأة في الشرق الأوسط عموما، خلينا نتكلم نحدد الشرق الأوسط يعني، هي ترى في نفسها نقصا؟ يعني هي ترى بأنها ناقصة عقل ودين؟ إذا افترضنا أنها جدلا، هذا موضوع كبير. كبير. محاضرتك ناقشتيه بخمس مقالات يعني. لا، بأكثر من خمس مقالات. انا بجهز كتاب في الموضوع ده يعني في ما احنا عايزين موضوعات كبيره. كلنا نعرف جوبلز، مش كده؟ تمام. جوبلز قال ايه؟ جوبلز حاجه من الحاجات المذهله اللي قالها، انه بالتكرار يعني بالتكرار الكافي تقدر تقنع الناس بان المربع هو في الحقيقة دائرة. يعني اكتب كدبة وقعد اتكلم فيها كتير، الناس تصدقها، هي كده الحقيقة بالنسبة رح تصير كده. اتفضلي. موضوع ناقصات عقل ودين، عشان اربطه بسؤال حضرتك، قلت لي هل تتصوري انه المرأة بالفكرة معتقدة انها ناقصة عقل ودين؟ اجاوب الاول على السؤال وبعدين اشرح اجابتي اللي انا اخترتها. تمام. الاجابة ايوه، يعني اذا خدنا كده المرأة في الـ في الـ في الـ في الشرق، المرأة المسلمة، ايوه بشكل عام هي تعتقد انها ناقصة عقل ودين. تعتقد انها ناقصة عقل ودين. هل لانها ناقصة عقل ودين؟ طبعا لا. لا، بغض النظر، احنا نتكلم عن ما يدور في ذهنها بشكل عام. تمام. مش بنتكلم عن 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 عن, عن رأي القارئات والواعيات والمثقفات والدارسات تمام والعارفات يعني. انما جمهور المرأة بشكل عام المسلمة في الشرق، ايوه بتعتقد انها ناقصة عقل ودين. ربطت ده ب جوبلز والدعاية والمقولات اللي كان بيقولها في الدعاية، وانه الكذبة تقدر تكون حقيقة بالتكرار المناسب. تمام. وفي الوقت اذا ادت لها الوقت الكافي. تمام. طيب، احنا ميراثنا تراث فقه المرأة بيقول لنا من 1400 سنة انه النساء ناقصات عقل ودين، وانه بيطلع لنا ناس زي الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول انه تعليم المرأة حرام وانه غير مجدي، يعني انك لما تعلم بنت شيء غير مجدي. يطلع حد زي الدكتور ياسر برهامي السلفي المشهور جدا، طبيب اطفال معروف، يعني حاصل على دكتوراه وعلى ماجستير في طب الاطفال على الاقل، واتكلم، واظننا كلنا شفناه في التلفزيون من اكتر من 4-5 سنين، بيقول انه سن الوضع قد يكون من 3 سنين اذا الصغيرة تحتمل الوضع. عايز الناس يقر في ضميرهم وفي اذهانهم ايه، عايز الست البسيطة غير المتعلمة اللي بيزنوا على دماغها دايما وبيقولوا ناقصة عقل ودين ناقصة عقل ودين، عايزة تفهم ايه؟ والحقيقة ما تحسنش الوضع كتير بمحاولة تزويق المقولة دي
زي ما عمل الشيخ الشعراوي في زماناته، لما بعد السادات ما سمح للجهاديين يرجعوا تاني مصر والإخوان المسلمين، لما قال ناقصة عقل لأنها عاطفية، لأنها تربي أطفالها وعندها عواطف زايدة، وناقصة دين لأنه يا مسكينة بتجيلها البيريد فلا تقدر تصوم، لما بتكمل صلاتها غير كاملة وصيامها منقوص. فلما تيجي لأجيال كاملة من كام جيل، من 1400 سنة كام جيل، وتقول لهم الحكاية دي وتبررها، يعني تبررها تقول لهم ربنا اللي بيقول كده وأدي التبرير، فأنت أيتها الكائن اللي بتتولدي زيك زي راجل بالظبط وبتتخلقي بنفس الطريقة، في حقيقة الأمر كل المواليد في البداية إناث وبتحوله لذكور، بس دي مع موضوع تاني. فأيوه يعني بكررت ده كفاية لدرجة أنه عدد كبير جدا من الستات بيعتقدوا في الحكاية دي. وهتلاقي كمان الأكتر يا أستاذ خلدون، هتلاقي أنه أعداء السيدات اللي لهم صوت مختلف، مش هيبقوا من الرجال، هم السيدات، هم السيدات، هم من السيدات. يعني إعادة إنتاج القهر، السيدة اللي تمورس عليها القهر بتعيد إنتاجه في مع بنتها، أو يعني أجيال بتعيد إنتاج القهر من ست لست. الأسوأ من ذلك ست هبة، تلاحظين في بعض القنوات خصوصا الإسلامية إذا جاز التعبير، تخرج يعني واحدة من النساء مع احترامي إلها شخصا وعدم احترامي لتفكيرها بالمعنى الدقيق، تقول وهي تتكلم عن يعني أحكام الشريعة وغير ذلك، وتقول بأن دورك أن تكوني في البيت حتى يأتي الرجل ليستمتع وإلى آخره من الكلام الفاضي إذا جاز التعبير. فهون يعني محور كلامي بأنه لا تزال المرأة في الشرق الأوسط تعاني من أنها هي فاهمة أنها هي ناقصة، عفوا. أي وحتبدأ الموضوع كده، ويعني أنا في رأيي الشخصي أنه الموضوع ده حينهيه عفوا حينهيه حاجتين، دولة القانون، يعني الدولة فعلا تكون دولة قانون، والعلمانية فصل الدين عن الدولة ببساطة كده بالعربي مش هبرح، يعني زي ما بيقولوا اخواننا في سوريا. طيب فصل الدين عن الدولة. طيب في يقعدوا يتكلموا في العبادات ماليش دعوة. تمام. طيب يتكلموا انه الصلاة خمسة ما ينقض الوضوء، الله محبة، كل ده كلام جميل. مش هنقعد بعيد تاني بقى تجربة التنوير اللي 500 سنة حروب ودماء وكذا وكذا، زي ما حصل في المسيحية ويحصل في الإسلام، وبعدها يتمتع جميع البشر على كوكب الأرض بالحرية الفكرية وحرية المعتقد. لا، التراث البشري تراكمي وكلنا نستفيد من بعض. طيب. يعني اللي حصل في أوروبا بعد إبان عصر التنوير يجب أن احنا نتخطاه دلوقتي ونبتدي من حيث انتهى، مش نعيد التجربة من أول وجديد. طيب. فاللي هيعدل وضع المرأة جهد كبير بيقوم بيه حضرتك وبيقوموا بيه ناس زي حضرتك كتير، وانا بشارك يعني بمجهودي المتواضع، ولكن دي كلها هتفضل تجارب فردية. ولكن اللي المفروض يحصل انه القانون يحترم، تبقى دولة قانون ونظام. تاني انا بتكلم في مصر، واعتقد ان ده يجب ان يسري او يمكن ان يسري على بقيه الدول في الشرق الاوسط، في الدول العربيه يعني. والحاجه الثانيه العلمانيه، بمعنى فصل الدين بالعربي كده، فصل الدين عن السياسه. طيب الدين حاجه والسياسه حاجه. طيب ست هبه، انت في 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 مقاله عندك قلت بأنه أنت لا ترغبين بتجديد الخطاب الديني، وقلت بأنك العلمانية وليس تجديد الخطاب الديني. أي. طيب ألا تذهبين مع من يذهب إلى وجود مرحلة وسط؟ لا. لا تذهبين إلى المرحلة الوسط. ليش؟ جاوبتك. السبب. نناقش. السبب. أعتقد حضرتك أنا طبعت المقالة دي لحضرتك لأنها مهمة،
مش كونها هي مهمة في حد ذاتها، ده موضوع تقدير شخصي، ولكن لأن أنا حطيت فيها عامدة ديباجة وثيقة عملوها مجموعة من المحسوبين على التيار الديني في مصر، وتاريخه أنا قدامي 27 يناير 2011. 27 يناير 2011 يعني بالضبط بعد خلع، بعد قيام ثورة يناير. حتى قبل يوم 28 يناير قبل الاستقالة، قبل خلع مبارك. مظبوط، تمام. عملت هايلايت لمادة 8 لو قدام حضرتك اللي بتقول، وتسمح لي أقراها. المادة 8 مين اللي عمل الوثيقة دي أو المشروع ده؟ خليني اقرا لك الاسامي عشان تعرف. منهم خالد الجندي، ومنهم الشيخ خالد الجندي، فهمي هويدي، تمام، جمال دنا الله يرحمه، وعلي جمعه، محمد هدايه، الدكتوره امنه نصير، الاستاذ ثروت الخرباوي، وفي اسامي كمان جميله جدا زي ابو العلا ماضي الله يرحمه، والأستاذ كمال حبيب وناجح إبراهيم اللي كانوا نجوم الجهاد الإسلامي، تمام. المادة 8 فيه بقى بتقول إيه؟ الفصل هي بعنوان الفصل بين الدين والدولة العلمانية، مذهب يقوم على فكرة الفصل بين الدين والدولة، ويعتبر أن الدين لا شأن له بالدولة العلمانية، ولا يجب النظر إليها كمضاد للدين، وإنما بيعبروا بقى عن رأيهم ننظر إليها على أنها لا تريد استخدام الدين في شؤون السياسة والمتاجرة بالدين، ومن ثم إبعاد الدين عن الرقابة والمساءلة في هذا السياق. العلمانية تتفق مع الإسلام، ده طبعا كلام مش حقيقي، فيما يتعلق بمشاركة الشعب مع النظام السياسي، وهذا تؤكد عليه العلمانية وهو مقبول شرعا. هم يحاربون العلمانية ست هبة أساسا؟ طبعا يحاربون العلمانية. اتس فاين. امبارح كنت بتفرج على مناظره، يعني ما هياش احنا بنعملش مناظرات في العالم العربي، بس كان في برنامج احنا بنعمل خناقات في العالم العربي. احنا بنعمل خناقات، واحيانا بيخلص البرنامج والناس بتضرب بعض، ماسكين في بعض بيضربوا بعض للاسف الشديد، او بيجيبون ضيف معين يشتموه ويخلوه صحيح مسخره للهم وللضيف. برنامج الاتجاه المعاكس بتاع الدكتور فيصل القاسم، وهي حلقه قديمه بين الدكتور سيد القني عمنا، ودكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه، تمام. في يعني انا اتفرجت، البرنامج كان حوالي 50 دقيقه او اكتر، يعني اقل من ساعه، والاثنين ناس محترمين، يعني الدكتور عبد الوهاب المسيري قيمة وقامة في مصر، معروف يعني، ولكن وأسفة جدا للكلمة اللي هقولها دلوقتي، دلس في موضوعين، موضوع العلمانية الله يرحمه، موضوع العلمانية، ها، وموضوع القيمة، تمام، والقيم. التدليس جاي منين؟ ويسمحوا لي محبي الدكتور عبد الوهاب المسيري انه خلى العلمانيه او العلمانيه صنوا للامبرياليه، بمعنى انه العلمانيه هي ناتج الامبرياليزم، تمام، بنت الامبرياليزم، ده حاجه. الحاجه الثانيه اتكلم عن القيمه اللي هي مفهوم اقتصادي، واظن اي حد قرا كتابين في الاقتصاد يعرف انه القيمه مفهوم اقتصادي، تمام، مش المورالز، يعني مش الموراليتي والقيم المجتمعية. فكان بيتكلم عن القيمة كمفهوم ديني، لما بنتكلم عن بعد الدين عن السياسة وعن الاقتصاد، اتكلم عن القيم. القيم هتبقى شكلها ازاي، وهل هي هتبقى قيم مسيحية ولا اسلامية؟ انا الحقيقة انا اسفة جدا جدا، يعني انا مين علشان اقول كلمة زي دي على الدكتور عبد الوهاب المسيري، بس انا اعتقد ان هو عارف انه كان بيدلس في المفهومين دول، تمام. العلمانيه، تعريفه للعلمانيه وتعريفه للقيمه، لان هو عارف كويس قوي
انه المفهوم اقتصادي، القيمه مفهوم اقتصادي، مش الموراليتي، مش الاعراف والعادات والتقاليد وما اتفق الناس وما اجتمعوا على انه شيء محترم حسب جدليه الصواب الخطأ. عفوا، احنا في عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول يقول انت تدعين الى الذهاب الى العلمانيه كحل، كحل يعطي للمرأة حقوقها، يعني إذا جاز التعبير، أو هل إذا أعطاها حقوقها هو راح يعطيها إدراكها بأنها ناقصة، غير ليست ناقصة العقل ودين؟ كلام كبير قوي. لا طبعا لا، بس لازم نتجه من مكان، يا إما هنفضل نلف حوالين بعضينا. ما راح تطلع هي نفس المرأة، راح تطلع بمظاهرة ضد ال لا لا ضد لا. العلمانية، وراح ترفع لك أصابع رابعة وانتهى الموضوع. ده لو أنا مع المظاهرات، ما أنا إصلاحية زي ما قلت، ما يعني تاريخي كله، شخصيتي بنيتي الشخصية بتتفق مع الإصلاح مش مع الثورة. تمام. مع الاحترام طبعا لموضوع الثورة كمفهوم كمصطلح. طيب. عايزة برضو أوضح حاجة، اهتمامي بقضايا المرأة لي أصل، لي جذر، مش بس المرأة، كل المجموعات المهمشة. يعني أنا مهتمة، أنا نوبية الأصل. طيب. فأنا مهتمة مثلا بالقضية النوبية، كونها كون النوبيين إثنية مهمشة، أو المسيحيين كإثنية مهمشة برضو في مصر في إطار كوني مصرية، أو قضايا الأطفال كونهم الأكثر احتياجا أو vulnerable زي ما بيقولوا عليهم بالإنجليزي. نعم. الاهتمام بقضايا المرأة في الإطار الأوسع دون كل المجموعات المهمشة، أنا مهتمة بهذه القضايا بشكل عام. والرد مباشرة على سؤالك يا أستاذ خلدون، أنه لازم نبتدي من منطلق. المنطلق في وجهة نظري هو قيام دولة قوية، دولة قانون ونظام. والحاجة الثانية دي نقطة البداية، ده مش المنتهى، نقطة البداية. والحاجة الثانية فصل الدين عن الدولة. ازاي بقى فصل الدين عن الدولة؟ الدستور بتاعنا اللي احنا عملنا نزلنا يعني عملنا ريفرندم على الدستور في 2014، في مادتين، المادة 2 والمادة 3 وملحقاتهم بداخل ديباجة منطوق الدستور اللي بتقول دين الدولة الإسلام. طبعا في ناس كتير جدا اتكلموا في الموضوع ده، فمش يعني فصل الكلام فيه من 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 من, من نوع فصل الأول اتقال الكلام ده. طيب. لازم هاتين المادتين يتشالوا من الدستور. ما فيش حاجة اسمها الدولة ليها دين، الدولة دي كيان اعتباري. يعني ايه الدولة ليها دين؟ يا الدولة بتصلي، يا الدولة بتجامع. تمام. دي دول اول خطوتين في بناء الطريق الطويل بتاع تحرير المرأة واعتبارها كيان مساوي للراجل في الحقوق والواجبات، وفي إعادة برمجة عقلية المرأة البسيطة، ها، علشان ما تبقاش هي مصدقة ان هي ناقصة عقل ودين. طيب، عندي زاوية 90 ثانية. اتفضل. انا اسف للاعتراضات يعني، ولكن هيك حتى يعني نجمل. لا كده يثري الحوار. بالضبط، حتى ناخذ وجهات النظر المضادة يعني اذا امكن. ستهبى الان الدعوة الى الدولة العلمانية، راح ناخذ الدولة الى علمانية. طبعا بهالكلام إذا واقع أن نريد أن ننفذ الديمقراطية في بلداننا سنفشل فشل ذريع بأننا نأخذ الدولة إلى العلمانية، لأنه ستقف أمامنا تيارات شعبية مهولة جدا بأعداد هم الأغلب 100%، هم الأغلب، وسيقولون لا يوجد علمانية بهذا البلد، ورح نوقف أمامهم في خطوة من مفهوم الديمقراطية، رح نقع في مطب أنه هم الأغلب، وبالتالي التصويت رح يمنع وجود دولة علمانية. الآن الكلام، الفكرة اللي أريد أقدمها، أليس من الأولى العمل باتجاه نحن كتيارات مدنية
وليبرالية وعلمانية ومثقفة كلها بالإطلاق تتجه نحو إصلاح المجتمع من الداخل حتى يصل المجتمع هو بنفسه يقدم الأغلبية العلمانية، وإلا ما راح تنجح العلمانية عندنا. الآن في العالم الغربي لما تذهب الشعب كله علماني، حتى المتدين المسيحي المتدين عندهم هو علماني بذاته، لا يريد أن يصل رجل الدين إلى السلطة، ما يريدون هذا 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 الموضوع، هم مقتنعون بالعلمانية لذا ناجحين. أما نحن إذا راح نجي نقول لهم أنا أريد دولة علمانية وهو أغلب الشعب ضدي، كيف راح يعني كيف راح تمشي هاي القضية؟ طيب هبتدي من حيث انتهيت، ومع اني انا معتقدة عكس اللي حضرتك معتقد. طيب. احنا مش على زاوية 90، احنا متفقين. هقول لك يعني وجهة نظري وهقول لك ليه احنا متفقين، بس ابتدي من حيث ما انتهيت. الرجل الشارع في دولة زي ألمانيا علماني، وحتى لو كان رجل دين، ده مش نتيجة اختيار شخصي، ده نتيجة قوة الدولة، لأنه أي شخص في أي دولة غربية، وعلى فكرة هضم ليها إسرائيل كدولة غربية من حيث ستهبة للدقة، أنا لم أقل رجل الدين، أنا قلت حتى المتدين. متأسفة، مظبوط. للدقة أنا لم أقل، أنا أعرف بأنه رجال الدين أينما يذهبون عينهم أكبر من مكانهم، أنا أعرف هاي القضية. بس تأكيد اللي ساعد على الموضوع ده في اعتقادي قوة الدولة ورابع القانون، انه والحاجة الثانية الحرية الشخصية. يعني بس الدولة ستهبة، الدولة قوية بمن؟ غير بشعب مؤيد لها؟ لا انا اعتقد هنخش قضية متشابكة، هي قضية متشابكة ونحاول نحلها، نفك الخيوط، نفنطها على قولة يونس شلبي. نعمل ايه؟ نفنطها. نفنطها بالذات، نفنطها. اول حاجة الديمقراطية، هو مين قال؟ يعني في انا شغوفة جدا بقراية ديبيت حقيقية او الفرجة على ديبيت حقيقية. تمام. منها مثلا في حاجة جديدة، ولو حضرتك على الفيسبوك ليهم صفحة على الفيسبوك رائعة، مجموعة اسمها Intelligence Square، بيطرحوا قضايا في منتهى الروعة. اخر حاجة قريتها، والديبيت ده موجود على البي بي سي كمان، انه عنوانها كده بالانجليزي Is Democracy Overrated؟ تمام. هل الديمقراطية overrated؟ تبقى ايه بقى بالعربي؟ يعني مبالغ بيها، مبالغ في اهميتها. اجاوبك ببساطة، لانه ديمقراطية ايه في مجتمع زي مصر دلوقتي؟ مصر مواش مجتمع مصنوع، مصر دولة قديمة ذات حضارة، موجودة في موقعها الجغرافي ده على مدى الاف السنين، خبراتنا تراكمية، عندنا ناس متعلمين، عندنا ناس مثقفين. يعني أنت مع فرض العلمانية ستهبة؟ فضل. أنت مع فرض العلمانية؟ مش فرض، أكمل إذا سمحت لي وجهة نظري. معك. أنا أعتقد أنه التنمية في المرحلة دي، إحنا بنتكلم دايما بحب أحط إطار اقتصادي سياسي اجتماعي لأي أفكار بطرحها. طيب. الظرف اللي احنا عايشينه في رأيي طبعا، الظرف اللي احنا عايشينه يفرض علينا انه مشروعات التنمية تسبق الكلام عن الديمقراطية. خد بالك حضرتك استاذ خلدون، احنا هنخش انتخابات، احنا في مصر يعني انتخابات البرلمان في شهور قليلة. طيب. واقدر اجزم وانا مغمضة عينيا انه اللي هيكسبوا في منهم عدد كبير قوي من الاسلاميين. طيب. مش لانه هم بيلعبوا انتخابات حلو، ولا عشان الرشوه بتاعه الزيت والسكر اللي دايما بيتكلموا فيها. هي بتحصل، بس بتحصل كمان في الهند وبتحصل في امريكا واحنا عارفين. طيب. ولكن لانه الشخص المواطن الفرد اللي بين ال 100 مليون ما هوش معتقد انه هو او هي مهم كفرد، حريتهم مهمة كأفراد، وده لأنه القانون انسيابي، ما هوش قوي، الدولة ما هياش قوية من حيث ما فرضتش القانون والنظام
مش بس في القاهرة ومش بس في المدن الكبرى ومش بس في القضايا الكبيرة، لا في كل قرية صغيرة في الصعيد وفي الجنوب وفي الريف المصري. طيب بفرض لازم يعرف ويفهم انه مهم كفرد بغض النظر عن مستواه الاقتصادي، مستواه الاجتماعي، مستواه التعليمي، يعرف انه له حق ويعرف انه القانون في دولة قوية هيجيب له هذا الحق. ساعتها نقدر نتكلم عن الديمقراطية. وده يحصل امتى؟ يحصل زي ما قلت لحضرتك، علمانية الدولة وفرض قوة القانون والنظام. دولة قوية تفرض القانون وتفرض النظام. اتفضل. طيب خلينا حتى لا يعني ياخذنا وقت البرنامج، في عندي محور مهم جدا بعد، وهو محور شويه يعني يكاد يكون عفوا يعني محور شديد شوي. بعض الدعاة الى تحرير المراه، بعض الدعاة الى اعطاء حقوق الاخرين بغض النظر عن كونه لا ديني او غير على العموم، لان كل الاقليات عدل الأقل الأغلبية الإسلامية في بلداننا في الشرق الأوسط تشكو من نقص في حقوقها. هل وقدمنا وأصلنا إلى فكرة أنه المرأة المسلمة تؤمن بأنه هي ناقصة عقل ودين، هي تؤمن بذلك، هي تؤمن بهذه الأكذوبة إذا جاز التعبير؟ للأسف. فهل من دواعي التخلص من الجهل، التخلص من من الأخطاء في بناء المجتمع، التخلص من الخطر إذا جاز التعبير، هناك دعوات تدعو إلى تجريم ما يسمى بالعقيدة الإسلامية، وسبق ذكرها الأستاذ نضال نعيسى معانا في البرنامج، وقال يجب أن يعتبر الإسلام عقيدة إجرامية حتى يستطيع المجتمع يعني ينطلق إلى انطلاقة أخرى. مع أو ضد حضرتك، مع هذه الدعوة أو ضد، والسبب؟ بشكل جازم حاسم، انا ضد تجريم اي عقيده بيؤمن بيها بني ادم على وش الارض، لانه ده هيتضارب مع اقتناعي الشخصي بالحريه الفرديه والاختيار الفردي. فعشان ابقى كده جاوبت على السؤال بشكل مباشر. طيب، ولكن قراءه للواقع، هو حد يعني هل شفت حضرتك مثلا مجموعة بوذية راحت قطعت رقبة حد؟ حدث في اعتقد ميانمار، في ميانمار حصل على سكيل ضيق، جايه للنقطة دي، على يعني على مستوى ضيق. من يريد ان يجد منفذ لاعتداء احد الاديان على الاخر سيجد منافذ كثيرة ست هبة. يعني إذا تريد تقول البوذيين، أنا معاك. ما هم البوذيين حاكمين في تقريبا، هم الحاكمين في، أنا حابة أرسم صورة، يعني أنا حابة أرسم صورة هنا، مش إني أقول مع أو ضد ولا الأديان التانية فيها أو ما فيهاش. بالتأكيد كل الأديان بما فيها المسيحية حروب الصليبية والمسيحية المتشددة، لا المسيحية المتشددة في أفريقيا لا تزال تقتل مسلمين هناك ويشكون المسلمين أيضا. ولكن يعني بما انك ساعدتني في رسم الصوره، تمام. الفرق ايه؟ نرجع بقى لكون الاستاذ نضال نعيسى او غيره بينادوا بتجريم الشريعه الاسلاميه. هو الحقيقه كلامه، اعتقد وصححني اذا كنت غلطانه، جاي من انه الشريعه الاسلاميه يعني انه الفقه الاسلامي، الفكر الاسلامي بيشرع للقتل، لانه في ايات زي سوره التوبه مثلا، تمام، فيها قتل. ما يعني اصل المساله دي اخذت من تفكيري ووقتي واعصابي الكثير جدا، لانه كلنا اخذت كثير من عندنا. انا متربيه، انا طبعا مسلمه، يعني من خلفيتي إسلامية سنية حنفية زي كل المصريين على مذهب أبو حنيفة. الدين بالنسبة لنا، وأنا بتراب، أنا سبت مصر في الثمانينات، في آخر الثمانينات، تمام، بعد ما خلصت جامعتي. الدين عندنا كان له مظهر احتفالي، يعني عمره ما كان شيء قاسي
او محبط او كذا. يعني انا افتكر ليالي رمضان مثلا والسهر والعيد كان العاشورة، رغم انها يعني بعد كده لما قريت شويه في الفقه الشيعي وعرفت معناها ضحكت على ان احنا بنحتفل بيها بالشكل ده. ولكن تعمقي وقرايتي اكتر في العقيده الاسلاميه، قران والاحاديث والكتب التراثيه كلها يعني بتشار ان القتل ما يعني ما there is no a way out about that، يعني انه موجوده حاجه من اثنين، يا تدعو لنبذل العقيده الاسلاميه زي ما قال الاستاذ نضال عيسى، ودي مساله مستحيله انا ما اعتقدش انها قابله للتنفيذ يعني، او انك تقول زي ما الاصلاحيين وانا من ضمنهم بنقول انه خلي الدين جوه الجامع، شيل التعليم الديني خالص. احنا عندنا في مصر على فكره يا استاذ خلدون، ما اعرفش حضرتك تعرف الحكايه دي ولا لا، 25% من ناتج التعليم عندنا في مصر، المنتج اللي هو الشخص المتعلم، 25% منهم خريجي الازهر الجامعه والمعاهد. حضرتك كده بص بصه سريعه على المواد الدراسيه اللي بتدرس هناك، هيجي لك هلع هلع، لانه تاصيل لكل الكلام اللي بيحصل دلوقتي. شرعنته وتاصيله وتربيه اطفال في مدارس ابتدائي واعدادي، احنا عندنا التعليم الازهري تعليم موازي للتعليم الرسمي، يعني العيال ممكن يخشوا، الاطفال ممكن يخشوا مدرسه ازهريه ابتدائيه واعداديه او اعداديه ثانويه وبعدين الجامعه. 25% يعني 25% من المتعلمين في مصر متعلمين على هذه الشريعه، ودي مساله كمان قاتله مخيفه للغايه. التعليم لازم يبقى تعليم رسمي حكومي خاص، التعليم العادي بتاعنا ما اعرفش تقدر تسميه ايه، الكونفنشنال التقليدي، التعليم العادي يعني، انما كون الازهر يتولى تدريس طلبه في ابتدائي واعدادي وثانوي ويتعلموا الحاجات دي وهم في سن غضه، تخيل شاب ولد عنده 15 16 سنه بتقول له انه المسيحي والبوذي ومش عارف ايه دول كفره، او يجوز اكل لحم تارك الصلاه مثلا بالظبط، يعني خدت الكلمه قبل ما انا اقولها. عفوا، في حاجات لا مش احنا على نفس الخط عشان كده. في حديث شيء تشوي لحم الاسير ولا تاكله ني، يعني موضوع يعني من ورا العقل، يعني ازاي ممكن حد يدرس حاجه زي دي؟ وبعدين الولد الصغير اللي هيتعلم الحاجات هيطلع شكله ايه؟ هيطلع داعش. طيب ست هبه، يعني هل هذا يعني بانه نمنع الازهر لا يدرس؟ طبعا بالتاكيد، في وجهه نظري بالتاكيد. الازهر يجب انه يكون شيء قداسي احتفالي زي الفاتيكان مثلا. شيخ الازهر يكون له كده هايلا مانو، ويبقى بس والازهر يبقى حاجه جميله. على فكره الجامع الازهر والحته المنطقه اللي حوالين من ابدع ما يكون جميله جدا، فتبقى يبقى كده زي الفاتيكان شيء احتفالي جميل، الناس تروح تصلي. طيب ومن ينتمون اليه هم يتدخلوا في التعليم؟ لا اعوذ بالله. ست هبه، واللي بده يدخل على الازهر امتى بده يدخل؟ يدخل بعد ما يكمل كليه مثلا؟ ما يخش، ما الازهر مش مفروض يدرس. طيب على فكره خلاص يموت، خلاص راح يموت، يعني يبقى بس باللي عنده ويموت؟ افندم؟ يعني يبقى بس على اللي عنده ويموتون، هذا هو خلاص؟ يعني بعد 30 40 سنه بعد ما في ازهر؟ لا ما هو يمكن انا لانه الحضاره المصريه احنا يعني احنا عندنا، معلش اسمح لي احود على لا معاكي. الشخصيه المصريه لو حضرتك قريت للدكتور جمال حمدان بيتكلم على وصف الشخصيه المصريه بتاثير الجغرافيا والتاريخ، واحده من الحاجات المهمه العلامات المحدده للشخصيه المصريه الصبر، واللي قد تفهم سلبا انها اتكاليه، وده مش حقيقي. طيب. لو بصيت لها بعين محبه مش هتلاقيها اتكاليه. احنا ما عندناش تحديات، الجغرافيه المصريه ما عندهاش تحديات، النيل وفر لنا خلفيه دائمه للزراعه والبقاء،
فبقى عندنا نوع من الشخصية المصرية يعني، نوع من الاعتقاد العقيدة الراسخة بأن الأمور هتبقى كويسة. نرجع تاني، الأمور هتبقى كويسة لأنه احنا يعني واسين ده تاريخيا من 9000 سنة. نرجع تاني لحكاية الأزهر اللي اتعلموه ويموتوا، اللي اتعلموا هتعمل فيهم ايه؟ يعني اللي اتعلموا الكلام ده لازم تخوفهم بسلطة القانون والنظام. طيب انا اتكلم كده، انا اتكلم الدولة القوية اللي بتفرض القانون واحترام القانون مسألة مهمة. انما اللي انا بدعو له انه الأزهر ما يكونش عنده اي سيطرة على العملية التعليمية، لا جامعية ولا تحت جامعية. يعني اللي عمل جامعة الأزهر اللي أسس لجامعات الأزهر كان جمال عبد الناصر. طيب مش الدين الإسلامي. طيب ست هبة، نحاسب جمال عبد الناصر على دي كمان. ست هبة بس خلينا شوية هيك نتوقف ثواني مع هاي الفكرة. الأزهر راح يقول لك أنا بدي ناس تدرس عندي، بدي رجال دين، بدي ناس يصيرون أئمة في الجوامع على سبيل المثال. انت اذا تمنعني من التدريس وما تريدني ادرس نهائيا، راح تقول لي بعد 30 سنة لف راسك وروح تحت التراب وانتهى الموضوع. فالجواب المنطقي لهم شنو يعني؟ هل هو نقول لهم بانه انت تتصور ايه يعني؟ في مدارس لاهوت في الدين المسيحي نفس الشيء، هي نفس هنرجع تاني للبيضة والفرخة. على فكرة قضية البيضة والفرخة اتحسبت، الفرخ طلعت الفرخه الاول مش البيضه. هنرجع تاني اللي هي الدوران في دوائر. وبالنسبه لي برضك القضيه محسومه بالنسبه لي، القانون والنظام والحريه الفرديه. مدارس اللاهوت بتدرس لاهوت، محدش يقدر يطلع بره المدرسه ويفرض اللي هو بيدرسه على غيره. الناس بتسال، هي الناس بتهتم بالأديان ليه؟ يعني خد حط كل الكلام ده على جنب، الناس بتهتم بالأديان ليه؟ لأنها إطار تخليها تعرف تفرح إزاي أو تحتفل في اعتقادي. تحتفل إزاي وبعد الموت هيحصل لها إيه؟ مش كده؟ مش ده يعني لو فرغت كل الأديان مما يعني من الحاجات اللي تخصصها المسيحية مسيحية. طيب أنا ممكن أقدم فكرة بس هنا وأريد رأيك بها. أنا في رأيي الشخصي يعني أذهب إلى اتجاه معين، وهو أنه المؤسسات الدينية مهما يكون تحت أي نظام دياني، يعني تحت المسيحية أو تحت الـ 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 الإسلامية أو أي شيء آخر، ليس لها علاقة بأي دراسة مدنية. بما معنى إذا هذا الطالب ده يكون مهندس، ما في اسمها هندسة أزهر، ولا في مراحل للدراسة الأزهرية. يعني يبدي مثلا ابتدائي لإعدادي لثانوي بحسب التنظيم المصري، وفي دول أخرى متوسط أو إعدادي إلى آخره. ما في هيك نظام، هذا المفروض النظام هذا ينضرب عليه X وين T. في اللي يفوت عندك اللي يفوت عند المؤسسة الدينية من كونه طفل، يعني قد يأتي أبي يقول لك أنا ما بدي ابني يصير مهندس ولا بدي يصير دكتور، أنا بدي يصير رجل دين، أهلا وسهلا، روح عند الأزهر وخليه يتبنوه هم. ما يا أستاذ خلدون، هو ده كان الوضع حتى مع الأزهر لحد ما جمال عبد الناصر أسس جامعة الأزهر، جامعة الأزهر مش الجامع الأزهر، جامعة الأزهر. فبقى في دكتور متخرج من الأزهر، مهندس متخرج من الأزهر، مدرس متخرج من الأزهر. ده اللي احنا بالعكس احنا متفقين في الحكاية. تمام. اذا يعني حتى الأزهريين او رجال الدين لا يخافون من اطروحتنا العلمانية، نقول لهم اخي احنا ما رافضين وجودك، بدك تصير اهلا وسهلا، بس لا تتدخل بالنظام التعليمي المدني. يبدأ الرجل دين. احسن رجال الدين موجود في أستاذ خلدون. معك. هنا يعني كندا مجتمع متناغم جدا، وفي ناس من كل الدنيا، في يهود ومسيحيين ومسلمين ولادينيين وبوذيين وبهائيين، وكل يعني في شارع وسط البلد في تورونتو، في جامع جنب كنيسة، حقيقي جامع جنب كنيسة جنب سيناجوج يهودي، وجنبيهم معبد بهائي. أنا طبعا أول مرة شفت المباني دي وقفت كده منبهرة، يا سلام
ده حاجة جميلة جدا. تمام. ولكن في ناس بتعمل تعليم دين ما لهمش دعوة بقى، الطب ما لهمش دعوة بالدين، يعني ما فيش حاجة اسمها طب ديني، ما فيش حاجة اسمها هندسة دينية. الدين دين، رجل الدين يفضل موجود يساعد الناس في راحتها النفسية، يساعد الناس في إنها تعمل عباداتها مظبوط. إذا ربطنا الدين، إذا قلنا إن الدين أحد أوجهه القيم الأخلاقية الجميلة، برضه يعلمها للناس، ما فيش مشكلة. إنها كونه يتدخل في التعليم والسياسة والاقتصاد والمجتمع، لا دي مسألة بالنسبة لي مسألة مرفوضة تماما. مع التحفظ، مع التحفظ على فكرة نشر الأخلاق الحميدة، لأنه اللادينيين والملحدين لا يرون ذلك مطلقا بالأديان. مع التحفظ يعني، هذا رأي حضرتك. لا انا لا لا انا هقول لك رايي ايه. رايي انه الاديان مش ما احتكرتش الاخلاق، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني في رايي انه الجدليه اللي تحكم اذا كان البني ادم اخلاقي او لا اخلاقي، هي جدليه المفروض تكون الصواب الخطا مش الحلال الحرام. فأنا تاني متفقة معاك، بس تمام. طرحي للموضوع مغاير شوية. الطرح الوسطي. مش وسطي، طرحي بسيط جدا. عفوا. جدلية الأخلاق هي الصواب الخطأ مش الحلال الحرام. فممكن يكون المسلم والمسيحي واللاديني والملحد والأجناستيك وكل الناس دول عندهم نفس المنظومة الأخلاقية، لأنها صواب خطأ مش حلال حرام. الأديان فيها حلال حرام، الجدلية الأخلاقية بتاعت الأديان حلال حرام. تمام. احنا طولنا عليك يا ست هبة. شكرا جزيلا. انا مبسوطة جدا بالحوار. شكرا جزيلا ست هبة على هذا الوقت الكريم. أعزائي المشاهدين، أطلنا عليكم ومعلش الحلقات بدأت تطول شيء فشيء، ولكن الموضوعات جميلة وضيوفنا أجمل وهم يقدمون فكر راقي والحوار يكون ممتع معهم، فيأخذنا الوقت يسرقنا أحيانا. أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. أقدم شكري باسمكم إلى ضيفتي الأستاذة هبة عبد الحسن. شكرا ست هبة للحضور. اهلا وسهلا، انا انبسطت جدا بالحوار ده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على حضرتك بالتأكيد. والكرو بتاعك والساده المشاهدين. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى. دمتم بخير، مع السلامه.